حدث في مثل هذا اليوم. شهد يوم السادس من مارس العديد من الأحداث والمناسبات التاريخية، ففي مثل هذا اليوم عام 1521 اكتشف البحارة والمستكشف البرتغالي فرناندو ماجلان جزيرة جوام في أقصى غرب المحيط الهادئ، وبعدها دخلت هذه الجزيرة الصغيرة تحت التاج الملكي الإسباني قبل أن تتنازل عنها للولايات المتحدة عام 1898. وحاليا تضم الجزيرة قاعدة بحرية وجوية أمريكية تعد الأكبر في المحيط الهادئ. وفي عام 1902 تم تأسيس نادي ريال مدريد في السادس من شهر مارس ليبدأ مسيرة طويلة في مجال كرة القدم، حيث تم اختياره كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، وفاز بالدوري الإسباني 33 مرة، وأحرز رقماً قياسياً بحيازة 13 بطولة في دوري أبطال أوروبا. في السادس من مارس عام 1999 تسلم الشيخ حمد بن عيسى الخليفة الحكم في البحرين خلفا لوالده الشيخ عيسى بن سلمان قبل أن يحول البلاد إلى مملكة في عام 2002. وعند استلامه الحكم بدأ الشيخ حمد بن عيسى بحملات إصلاحية على المستوى السياسي وكذلك الاقتصادي. في نفس هذا اليوم عام 2015 أعلنت وكالة ناسا لأبحاث الفضاء أن مركبتها الفضائية داون دخلت مدار الكوكب القزم سيريس، وهو كوكب صغير يقع ضمن حزام الكويكبات الرئيسية بين مدار كوكب المريخ ومدار كوكب المشتري. شهد يوم السادس من مارس عام 1040 وفاة العالم الحسن بن الهيثم بعد أن قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدماً المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.